السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم حنا للمرة الثانية على التوالي ضياف عند السي مصطفى عزيز في البيت ديالو، وشرف لنا أننا نتنقلوا عنده، ونتمناو أننا نبقاو في سلسلة لقاءات باش نديروا الأرشيف. وشحال ما جلسنا مع السي مصطفى عزيز، ما يمكنش نوثقوا ما عاشه السي مصطفى عزيز في تجربته السياسية النضالية والدبلوماسية كذلك. اليوم غادي نحاول نقربوكم شوية من السي مصطفى عزيز على عدة مستويات. تكلمنا المرة الفايتة على ما هو سياسي، اليوم لا، غادي نمشيو لأمور أخرى باش نقربو من السي مصطفى عزيز. السي مصطفى مرحبا بنا عندك. مرحبا بك سعد الطيب. الله يبارك فيك السي مصطفى عزيز. ما يمكنش نكونوا اليوم 31 أكتوبر 2024 الخميس، وعلى بعد أمتار من الماتينيو، وعلى بعد يوم بعد عودة الرئيس ديال الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، وما نسولوش سي مصطفى عزيز على ارتصاماته حول الزيارة، بداية على المستوى البروتوكولي كيفاش شاف المسائل البروتوكولية، ثم عمق الزيارة، واش سي مصطفى عزيز متفائلون بهذه الزيارة. نترك لكم الكلمة سي مصطفى عزيز، كلمة لكم. زيارة الرئيس ماكرون المغرب كانت زيارة الدولة، يعني هي أرقى درجة في الزيارات الرسمية اللي تحصل بين الرؤساء وملوك الدول. يعني بالنسبة لزيارة المغرب كانت زيارة ناجحة على كل المستويات البروتوكولية، أبانت عن يعني التاريخ العميق للمغرب، يعني تاريخه في ضيافة الضيوف الكبار، وأيضا البروتوكول المكرم المعزز اللي يستقبل به الضيوف في بلدنا العزيز، يعني شيء مبهر، فعلا مبهر. يعني كل تلفزيونات العالم نقلته، كلها أشادت به. يعني استقبال أيضا ملك المغرب ماكرون، استقبال رائع منذ نزوله من الطائرة، والشيء اللي لا يحدث أساسا إلا في مناسبات قليلة جدا، من يستقبل رؤساء الدول في المطارات في المغرب مش هو رئيس الدولة، إنما أحد كبار المسؤولين. إذا هنا أيضا نقدروا نقولوا بأن ماكرون يعني استقبل معزز مكرم من أعلى سلطة في المغرب، يعني ضيف كبير، بالإضافة لكل الأميرات بما فيه الأميرات أبناء الملك، الأمير ولي العهد وأخته أيضا اللي تظهر أول مرة بهذا الاستقبالات، وتبهر العالم بأناقتها وحدقتها تبارك الله. يعني المغرب أعطى صورة جميلة جدا على الواقع العائلي الملكي، هذا الجانب البروتوكولي. دائما في إطار البروتوكوليات سي عزيز، قبل ما نمشيو لأمور أخرى، على المستوى البروتوكولي شفنا بأنه ملك المغرب حفظه الله وشافه وعافاه استقبل إيمانويل ماكرون في المطار متكئا على عصا. شنو قراءتكم لهذا الأمر هذا بعد الدعاء مع ملك المغرب بالشفاء ودعاء جميع مرضى العالم؟ طبعا نعم، ملك المغرب أبان على أنه إنسان، يعني يمرض ويصح وما يخبى على أشياء مش بحال الآخرين، يعني اللي يخبى بأنه مريض بأنه تعبان.
لأنه متكي على عصا وبقى واقف تبارك الله عليه أكثر من 4 ساعات وهو يدور ماكرون في كل الجهات، وأظهر بأنه يتحمل أكثر مما يطاق، يعني لكي يسوي شغله بطريقة منهجية راقية، يعني مش ظهر ثم اختفى، لا ظهر وبين العالم بأنه فعلا إذا كان مريض وشفاه الله بأنه إنسان، وبأنه لا يخفي على شعب المغرب أي شيء، يعني أنا هكذا، أنا ملككم، أعيش مثلكم، أمرض مثلكم، آكل وأشرب مثلكم، أتألم مثلكم وأفرح مثلكم، يعني ما نحتاج المكياج ولا زواق ولا هذا، ماشي بوتفليقة ولا هذا الأخر تبون، هذا اللي يخبئ المرض ديالو لسبب من الأسباب، لأن أصبح مرضهم كسر دولة، سيتان سيكري ديتا. في المغرب مرض ملك المغرب يعني ينشر يتحدث عنه، ما فيش لا سر دولة ولا شيء، عافاه الله وشفاه، وإن شاء الله راهو يدير خدمته ويديرها بطريقة متميزة. لابقة ومتميزة. شكرا سي مصطفى عزيز.